السلام عليكم احبابنا، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا وقناتكم ميزة وخالد فلوغ. الفيديو ديال اليوم غادي تشوفوا معنا اليوميات ديالنا، بس من خلال هذا الفيديو بغينا نديرو غير بس واحد التوضيح على هاد التعليقات السلبية اللي كتوصلنا في القناة. وصراحة هو شكرا على انكم تتعطيو رأيكم، بس صراحة انا كان بغي ان الرأي يكون بناء وان الانتقادات تكون بناءة. صح خالد؟ صح. فدابا غادي نقرأ بعض التعليقات اللي جوني وغادي نعطي الرد عليهم، بس هذا من وجهة نظري. افتح لي تليفونك لو سمحت، غادي نقراوهم كاملين مجموعين. انا جبت بس هذوك اللي ما زوينينش واللي كيعطيو واحد الطاقه سلبيه، ماشي ليا لراسهم، المهم ما يكتبوا ماشي مشكل. غادي نبدا باول تعليق. اول تعليق على الفيديو اللي كنا درناه على الاكلات الاماراتيه الشعبيه، تذكر خالد يوم صرنا للمطعم؟ صراحه يعني باش نوضحوا الفكره اكثر، احنا مش المبتغى مالنا يعني اننا فاتحين هالقناه لربح مادي او لهذا، احنا فاتحين القناه حتى تعم الافاده. انا عندي بزاف ديال الافكار، عندي بزاف ديال الافكار اللي غنقدر ننصح بها الناس ونقدر ننفع بها الناس. يعني انسان تيقول لك الا كنتي عارف انك صح والناس واحد اخرين غلط، عادي انك يعني تصحح غلطهم. صح. فغادي نبدا باول تعليق وصلني اللي كان حسيته رد خيب. ما غاديش نذكر الاسماء ديال الناس اللي علقوا، بس غادي نقرا التعليق ديالهم. وحده تقول تيتفلى عليك راجلك شاريه من مروه وايكونيك، وقال لك هذا الشيء كله وهو عارف باللي هذا جهد، هذا جهد، جهدك هذا البال كله اللي خديتي ما وصل حتى السمطه ديال الخليجيه من لوي فيتون ولا شانيل، تنز عليك ابنتي وانت فرحانه بالشياطه ديال بنات بلادو. ترجم لك خالد، صح؟ فهمت؟ فهمتي شو كتبت؟ اول حاجه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز تيقول ولا تمشي في الارض مرحا، ولا يعني اداه نهي، الله سبحانه وتعالى تيقول ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. صح، ما يحب الله سبحانه وتعالى غادي نمشي انا مدان تبوزا على عباد الله، واو عرفتي شرا لي مكانه ديال الذهب، انا عندي الالماس، انا عندي لوي فيتون، انا عندي عادي، عندي بلغاري، عندي فاندي شنطه، عندي لوي فيتون انا لابساه، لابسه من ايكونيك، لابسه من بزاف ديال الحوايج. هذه حريتي الشخصيه، حريتي كتوقف عند حريتك سالينا، وحريتك كتوقف عند حريتي، يعني لا انا ولا انت عندك دخل نقدروا نقولوا اي حاجه. ماشي هذا الشيء بدافع ان راجلي ما كيصرفش عليا وان راجلي ما كيدينيش البراندات غاليين، عرفتي كيف الشياطه؟ يعني انت تقول انت يعني يرضيك تقولي على بنت بلادك تاخذي الشياطه، يعني انا شياطه؟ شو الشياطه؟ يعني يعني أشياء بقايا، أشياء بقايا، أشياء عرفتي هاد البقايا اللي تشي يعني. صراحة والله أنا اللي أشوفه يعني صراحة وجهة نظري أنا، يعني كل زوج وزوجة يعني لهم الحرية في شو يعني يصرفون مالهم على شو هم يبون. يعني نحن يعني نحن ما أدري عاد فهمين، يعني نحن مش يعني إنه لازم نصير نشتري من مكان ونراوي الناس. أنا ما يحتاج، أنا هبطبعي هذا الشيء، هبطبعنا نحن يعني ان نصير نراوي الناس. هو نحن اشترينا من ديور ولا اشترينا من بلغاري ولا اشترينا ليش؟ هذا هب يعني هب طبعنا نحن، والحمد لله واحد يقول الحمد لله على النعمه اللي موجوده. لا بس ابغى بس اوضح لهم هذه الفكره، لانهم هم وايد غالطين في هذه الفكره، لان بس تياخذوا النظره ديال الخليجيات. الخليجيات حبيبتي راتبها ما شاء الله، الله يزيدهم، يعني عادي جدا انها تشري هذا الشيء، لوي فيتون ولا شانيل ولا غوتشي ولا اي براند نيم، بالنسبه لها ها عادي، حسب راتبها، حسب زوجها، اذا عنده خير الله يزيدهم. كل حد مسؤول عن حياته، هو حر في حياته. يا اخي في بعض مواطنين يلبسون اشياء عاديه، مو بشرط انها تصير تاخذ. صح خالد، انا لابس اشياء عاديه، مش يعني أشياء عادية، يعني ماشي شي حاجة خاصنا نطير وحنا باش نبان أنا واو، يعني أنا راني واو، يعني أنا لابسة شي حاجة بزاف.
سميتو وحقنتي الشياطه ديال بنات بلادو. انا اختي ماشي شياطه، انا الزوج الوحيد اللي عنده، ما مزوج عليا ما والو. هو قبل كان متزوج كيف ما انا قبل كنت متزوجه، وطلقنا كل واحد يعني مشى لدربه، والحمد لله انا وياه دابا مزوجين وعندنا جنين في بطني، باقي ما عرفناش الجنس ديالو واش بنيه ولا وليد، ان شاء الله الله يجيبو على خير. فانا كنشوف كل واحد حر في حياته. غندوز للتعليق الثاني. بدا واحد الملاحظه، كنلاحظ ان الدراري عندي بزاف في القناه، وكنشكرهم بزاف، وكنشكر حتى البنات، كنشكر كل شيء اللي عندي في القناه، كنشكرهم بزاف بزاف من كل قلبي على اي حد خدم من وقته وشاف الفيديو ديالي. والناس وحق الله العظيم الى عندي في الانستغرام كيهضروا معايا، مريم متى بتنزلين فيديو؟ انت تشوف خالد تحيد متى بتنزلين فيديو؟ احنا بغينا نشوفوك متى هذه. يعني الناس مهتمين بيا، فهذا الشيء كيفرحني بزاف وكيعطيني واحد الطاقه ايجابيه يعني انني نزيد لقدام. دابا غادي نزيد نقرا التعليق الثاني. علاش قلت لكم القضيه ديال الدراري؟ لان ولد كاتب تعليق حلو، كاتب خالد شرف الخليجيين، والله نشوفه مثال حلو للشاب الخليجي. ولد كتب شيء حلو عن الخليجيين، يعني انا زوجي عطى فكره حلوه عن الخليجيين، وانا ام سو براود اوف ماي هازبند، يعني فخوره فيه لدرجه ما كتصورش. يعني الحمد لله رب العالمين، ربي رزقني براجل بحاله. في المغرب حتى ما كاينين رجال الله يعمرها دار فين ما مشيتي، اي بلاصه فيها مزيان وفيها الخايب. فنجيو للتعليق. واحدة اللي مطرشة ردت على وحدة، انا اليوم انا بحالك اليوم اكتشفت قناتها، اول ما فتحت الفيديو شفت كابل زوينين وهي تتبان بنت دارهم، ومنين شفت الفيديو مرة فيديو كرهتها بزاف، شفت منها قلة تربية وقلة احترام لراجلها، عكس المغربية اللي تدلع راجلها وتكبر به قدام الناس، وفي كل فيديو تتقولي ليه تتقولي تفوع عليه وخمسة على عينه. علاش؟ اي عينك المعفنة، هو اللي نقاك ونظفك الصراحة، تستاهل يطلقها وما مربياش. واول مرة تنكون شرسة في تعليقي تل هاد القبيحة. على فكرة أنا نحن مع بعض، هادشي تضحك، نحن مع بعض يعني هاي التعليقات ما بتخلينا نطلق ولا يعني علاش يعني تتمناو البنت بلادكم تطلق؟ شنو غادي تخليو؟ شو بيخلون فكرة على الناس التانيين يقولون؟ يعني إذا معايا أولاد بلدي تي يقولون عني؟ تخيل. أنا بس لنفكر لنوضح واحد الفكرة. أول شيء راجلي لازم عليا أو غصبا عليا أنني نحترمه، وراجلي تاج راسي وفوق راسي وعينيا، ياك؟ ومني انا كنقول تفو هو كيضحك، هو كتعجبو، كتجيه يعني شي حاجه فن، يعني شي حاجه كتضحك، ما كنقولهاش بالمقصود يعني تفو عليك ولا خمسة وخمسة، هذا الشيء غير ضحك ما بيناتنا. بس انا لاحظت ان اليوتيوب مو بلازم نكون وايد يعني مريحين وهذا، صح؟ احس ما يحتاج، وخاص واحد شويه ديال الخصوصيات، يعني هذاك الشيء اللي كيدوز بزاف بيني وبينك لازم يكون محدود. لا، اللي قهر بي علاش عينك، علاش عينك المعفنه هو اللي نقاك ونظفك الصراحه تستاهلي طلقك. نظفني علاش اختي؟ انا كنت مسخه. انا كنت مسخه، هو تزوجني انا كنت خدامه، اظني نظفتك بكلوركس. كلوركس والله جميل. والله العظيم نظفني و كنت خانزه، كنت مسخه، وكنت مسكينه متشرده ما عنديش دار، وهو نقدني. نقدتيني، شكرا حبيبي، مشكور. كم اون يعني شو هاد المستوى هذا؟ ونظفك الصراحه تستاهلي طلقها، ما مربياش يا اختي، على ما مربياش. انا مني امي غادي تدخل الفيديو وتشوف بلي انت قلتي على بنتها ما مربياش، شنو غتخلي اختي واحد الفكره الوالديه؟ شنو غتخلي واحد الفكره لدارنا على انني انا ما مربياش؟ بالعكس الحمد لله راجلي وقدام عائلته، وراجلي على راسي وعينيا،
حنا كنا غير كنضحكوا، هادشي كامل غير ضحك، ماشي اي حاجه نتوما تشوفوها وتقولوا بصح هي راه هادشي بصح. ارا نزيد تعليق وحده قبلها، المشكله ان هادشي كله معيالات، يعني بنات حريم هم اللي مطرشين هالاشياء وبنات بلادي يا حسره. هلا مريم، فلوق ممتع بس في ملاحظات، بس يا ريت تعطي تعيدي الفيديو وتشوفي نفسك كيف تتعاملي مع زوجك. انتبهي لا تتشبهي بنصايح لا تستهيني بنصايح المشاهدين، سوري. ترى فيها فوات، لا تدخل ضمن ما يسمى بالغنج او الدلع، بتكون اوفر وزوجك بين ابن الناس ومطول باله معاك. لاحظي نظراته في الفيديو لما انتي يخونك التعبير وتتمادين بأسلوبك وهو يعاملك بكل حنان وطيبة وأخلاق محترمة، عكس لنا مفهوم تعامل الرجل الخليجي مع زوجته. للأسف أنت الحين ما شفت منك تلك المغربية المعروفة عندهم أنها تشيل زوجها، شيل الكلام المعسول والاحترام المتبادل. أول مرة أصادف قناتك وأول فيديو يطلع لي بالصدفة. اول شيء شكرا على التعليق، شكرا بزاف على التعليق، عجبني وعجبني بزاف، شكرا بزاف على راسي وعيني يا اختي، ما عندي حتى شي مشكل. بس راجلي كيصل الاحترام لاقصى حدوده، اكيد مني هو كيتعصب وكيهضر معايا راه كنسكت وكنسمع كلامه، هذا واجب عليا، ما كنقولوش لا. بس انا سوري على ما فهمت، يعني ماشي غادي نوصل لدرجه انا غنعبد راجلي اتوسل اليك وهذا لا. العبوديه كانت شحال هذه، قلا كاين فشي دول خليجيه ثانيه ما بغيتش نقول الاسماء، مهم اخبار فراسك. لا اين ما غنبغيش نطول الموضوع بزاف، غادي ندوز لواحد التعليق اخر اللي عجبني. وحده قالت سيري غسلي غسنانك، انتي سنانك صفرين وحالتك حاله دعوه انك مزوجه اماراتي، او انه سيري غسلي اسنانك، اسنانك صفراء، مدعية انك متزوجة اماراتي. اول شيء الناس اللي يقدروا يشوفوا الفيديوهات قبل، انا عاد حد توني شليت التقويم، كانوا عندي لي باق، يلا حيدتهم وحيدتهم وانا حاملة عندي اسبوع لاسبوعين، اوكي. فكمرأة حامل ممنوع عليك انك تديري اي حاجة، يعني تكوني تحت التخدير ولا هذا، بان خطر عليك. ثاني حاجه هذا السن عندي سن ميت، يعني حاولت انني نعالجه بس ما كانش لي علاج، انني كنت صغيره وطحت على هذا السن وشنو طرا بحال الديكالا وبقى ثابت، غير هو مات ليه العرق، العرق مات زين. وتمام طلع لي غالي بزاف، حيت بزاف المرات كنحاول نقادو هذا. من بعد مني غادي يكون عندي تقريبا بحال هكا 6 شهور 7 شهور 8 شهور ديال الحمل، هنا نقدر نمشي ندير ليا هوليود سمايل، نقدر نصيب ليا سنيناتي وبخير. بس انا ما مديرونجينيش الحمد لله، يوميا كنغسل سناني، ما فيهم حتى شي حاجه شي ازعاج ليا ولا هذا، بالعكس عادي. انا يلا حيد التقويم غنمشي نمرض راسي وانا يلا حامله وعاتقه في روحي، ما نقدرش. فهادو بس كانوا توضيحات، ويلا وكاملين معايا كيف ما كنقول لكم، عيشوا معايا اليوم، واللي بغى يقول شي حاجه يقولها، اذا في تعليقات بناءه بتوصلني بطريقه حلوه كيف ما نتوما باغيني انا نغير طريقتي في الكلام وطريقتي في الهضره. انا كنتمنى يكونوا تعليقات اللي حلوه، انا بالنسبه لي ما كتجرحنيش الصراحه، يعني ما غاديش ياثر فيا، بس حشومه وعيب نسمع من بنت بلادي هذا الشيء. يعني شنو غادي يخليه الناس الاخرين يشوفوا، يعني شنو غيخليو اليوم يقولوا. فنتمنى ان شاء الله ما طولتش عليكم بزاف بالهضره، ويلا وكاملين اكتشفوا واحد بلاصه جديده. نحن يعني نتعلم من تعليقاتكم، ما فيها اي شيء، يعني تعليقات ايجابيه او سلبيه نحن نتعلم منها، مش معناته ان بياثر ولا، يعني اذا في تعليق سيء راجلك يطلقك. تخيلي تتفايلي علي اختي بالطلاق وانا اختي عاتقه في روحي، علاش؟ الحمد لله، الحمد لله على كل حال، ونحن مش زعلانين، والحمد لله نحن مش يعني مرتاحين ونضحك ونسولف، والحمد لله ما في شيء، يعني الامور طيبه، يعني الحمد لله. وانا احب زوجتي على طبعها مثل ما هي،
الحمد لله. ما هيجي انسان يغير الفكره ولا بيغير المنظور كيف ما انا ولا انا بعد ما اقدر اغير في شخصيه زوجي. مثلا يقولك ليش هو نظراته هكا، ليش ما يبتسم؟ ما راح اقول لك غصبا عنك ابتسم ابتسم سوي هيك، لا هو كيفه. اذا حس انه فرحان بيبتسم. انا نفس الشيء، اذا انا فرحانه اتكلم بتكلم كيف ما اليوم فتحت قلبي معك وشاركت التعليقات السيئه اللي ما لها لا طعم ولا شيء، يعني ما يحتاج الانسان قاعد يقول هذا الشيء كامل. بس ما نطولش عليهم، بس ما نطول عليهم، بس ان شاء الله الحين خلص عنا الكلوروكس والديتول. لازم نمشي السوبر ماركت باش تنظفني. بس انا مسخه، لازم اشتري الكبير. ها الكبير 5 لتر احسن. لا لا عندنا 10 لتر اظن عندي. اوكي ها، ولا 5 لتر ديتول 5 لتر كلوروكس. كون اقتصادي. وفي معقم بعد، تبي معقم؟ ها اشتري المعقم. ها بعد كل النظافه اليوم النظافه. واسنانك؟ ها ويلي اسناني بعد لازم اخذ لهم كلوروكس، اخذ لهم جيكس. يلا 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 شوفوا معايا الخريجه الثانيه. وصلنا لهذه البلاصه الجديده اللي هي سيتي ووك. زين وين صايرين نحن الحين؟ احنا رايحين نشوف لنا شيء مادة قوية حسب نشل العفن وعقمت عدل ونظفت عدل. يعقمني غنمشيو دابا ناخذو ديطول وناخذو جافيل. وزن هذا شو اسمه؟ كلوروكس جيكس شو اسمه؟ اسفنج ما ادري شو. باش يحكني باش يحك لي سناني صفرين معقدين هو غنموت. بقوصه عيونها زرق بعد. شوف خذ اقوى شيء، اقوى شيء بدي طول اقوى شيء. نشوف الحين نشوف شي حاجه اللي واعره، ما تاخذ شي حاجه اللي رخيصه، شي حاجه اللي قويه باش تنظفني. انت شليتني انا معفنه فيه نيت هايد. ها لا ديتل احسها شويه، ديتل ديتل احسها شي شويه يعني خفيف. احتاج كلوركس اللي هو جافيل. خذ هذا الكبير. الكبير اكبر. ها الكبير اخويا باش ينظفني مزيان انا معفنه. ها 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 هذا ها في واحد ثاني. هذا وينه 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 وين هالباودر؟ ها هو انا خصاني هذا. هذا عسب عسب ينظفني. عسب هذا حطه في حلجك. ها باش حطه فمي باودر. هات زيد عليك واحد المعطر باش تبقى لك ريحه زوينه فيا. شوف شوف معطر عطيني فليفر. شوفني خوخ المرطب والتعقيم بعدين. ايه وهذا هذا حتى يشيل البكتيريا اللي فيا. لا هذه المعفونه، هذا يقتل يقتل الحشرات. انا حشره. والله انا بس حبيت شيء يضحك. انا بس حبيت اوضح شيء. اولا بقول لك اياها مريم صراحه طلعة حلوة واستانست وفرحان بوجودك معايا. والشيء الثاني بس بغيت أوضح للجميع أن التعليقات السلبية ما بتخلينا نوصل للطلاق. نحن يوم دخلنا هالمجال دخلنا ونعرف السلبيات والإيجابيات واخترنا هالمجال. أنا وزوجتي اخترنا هالمجال ونعرف
المعوقات، نعرف كل الأشياء اللي بنواجهها. يعني يعني وشيء عادي، يعني شيء طبيعي. يعني أنا ما نقدر نحن نغير آراء الناس، كل واحد وجهة نظرة الناس بعد نظرة ما ترم تغيره، ما نقدر. يعني هالشيء نحن ما نقدر نسويه. بالعكس هاد الشيء أنا أحس أسوي شيء حلو، لأني جالسة أعطي واحد الفكرة وايد حلوة عن المغربيات في الخليج. لأن خالد لو تعرف النظرة اللي عنا نحن المغاربة عن المغربيات في الخليج أو الناس بصفة عامة صراحة جدا جدا سيئة. بس هالشيء مو بصح، هالشيء غلط. ترى نحن الحمد لله عايشين بعز وبكرم. نحن الاثنين، يعني أنت تعطينهم هالوجهة وأنا أعطيهم بعد وجهة، يعني يثبت هو بعد نظرة الشاب الخليجي بالنسبة لزوجته والهذا. ويعني هذا وعد منا، يعني أنا بعد وعد مني أنا كمريم كميزة ما غادي نحيد هذيك التفو. وأنا كيف ما كتلاحظوا حاطة حزام السلامة، النصائح ديالكم يعني دايرة بها وعلى راسي وعينيا. غير هي نبغي ونشوفوا شي انتقادات اللي هي انتقادات بناءة، صح خالد؟ صح. اللي أنا غنستفد منها. بس أنك تتمني لي الشر، تتمني لي الطلاق، نحن كنتمنى وكنقولوا كندعيو دعاء الجامع الخير، يا ربي تسهل على الجامع. باش انتي تتمني لي انا نطلق ولا وحده غيري تطلق؟ انا حرمه عاتقه في روحي، حامل في شهر الثالث ولا ما اعرف الرابع. والمشكله اللي يقهر ان بنات بلدك الامور طيبه، مش كلهم صراحه. في بنات الله يعمرها دار، وحتى هذه اللي كتبات راه حتى هي ممكن خدت فكره غلطه عني في الفيديو. بس الحمد لله. وعلى فكرة بغيت نوضح حاجة، أنا حاملة الوحم ديالي جاني على راجلي، يعني البيبي غيطلع فوتوكوبي ديال باه غادي يطلع فوتوكوبي ديالو. فهاد الشي اللي بغينا نوضحه. والحمد لله احنا بخير وبسلام، وحنا عايشين مع بعضياتنا أنا وراجلي، اللهم لك الحمد. كيف ما كنت منا الخير الجميع، وكنت من يا ربي يوفقكم كاملين، وأي واحد فيكم يعيش بسلام وبخير، وما يتسناش شي حاجة اللي غادي تجي تخرب عليه حياته إن شاء الله. هاد الفيديو يعني استفدت منه. بس قبل ما هذا نحن نطلق ولا شو؟ لا ما في طلاق. لا ما في طلاق. أعوذ بالله من الطلاق. أعوذ بالله. أبغى الحلال عند الله. أعوذ بالله. طلقنا قبل أزيد طلقته مرة أخرى أخويا بركة. بس الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. كل حاجة فيها خير لنا وفيها. بس والله العظيم، والله أحلف لكم والله إن تعليقاتكم مهمة. ايا كان التعليقات ايجابيه او سلبيه مش مشكله يعني، بس كل شيء له حدود، كل شيء له حدود. ونحن نتعلم، يعني نحن في مرحله في بدايه ال جداد، يعني اجداد يعني على المجال. نتعلم من كل شيء. ما في يعني ما في انسان يعرف كل شيء 100%، ما في. يقول لك شو المثل، ما في انسان يطلع من بطن امه يعرف مثالي او يعرف كل شيء. الكمال الله سبحانه. الحمد لله على كل حال، ونحن مش زعلانين، وبالعكس نحن فرحانين ومستانسين على تعليقاتكم. على والله كتفرح، كاينين تعليقات كتفرح اللي كتقول لي كنتمنى بحال راجلك. اختي الله يعطيك شي راجل بحال راجلي يا ربي، ويسقك يا اختي بالذريه الصالحه. انا عرضي عليا الرفيسه بركه. والله يعطي لكل بنت شنو كتمنى، واي دري كيتمنى شي حاجه في حياته الله يوفقه ليها. الله يوفقكم لاي حاجه فيها الخير لكم، ونتمنى ما نطولوش عليكم بزاف. شكرا بزاف على دعمكم وعلى تعليقاتكم، سواء كانت حلوه او لا سيئه. كنشكركم بزاف على وقتكم اللي كتعطيونا وعلى محبتكم لينا حنايا. فمحبه الناس كنز، صح خالد؟ محبة الناس كنز، يعني صعيب تكسب محبة الناس. والحمد لله يعني في ظرف وجيز الحمد لله اكتسبنا المحبة ديالكم والمحبة ديال بزاف ديال الناس، وهذا شرف لينا. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا بزاف على المتابعة، وما تنساوش دائما الى كنتو جداد عندي في القناة تشتركوا معايا في القناة باش نوصلوا ل 10000 مشترك ان شاء الله، حنا قراب ليها. سبسكرايب، لايك للفيديو، وخليوا لي لا كومنت تعطيونا رايكم على هذا الشيء اللي احنا هضرنا عليه. شكرا بزاف على دعمكم. خلي الكلمه راجعه. مشكورين ما تقصرون، ويعطيكم الف عافيه. مع السلامه. مع السلامه.